القثامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه للعديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا يا رب. نكمل في موضوعاتنا الصحية، ودي يعني أخصص هذه الحلقة لموضوع الشعر وخاصة خرافات الشعر اللي منتشرة عندنا. ومن أبرز المقولات اللي نسمعها إنك خاصة عند النساء، إنك لما تنزع شعرة بيضاء يعني تشيل شيبة راح تطلع 10 شعرات شيب مكانها. عشان كذي يعني نسمع تسمعون من وقت لآخر اللي طلعت عندها شيبة يقول لها لا تشيلينها لأن شلتيها راح يطلع منها 10. فهل هذا كلام صحيح؟ طبعا هذا كلام غير صحيح. عندما إذا طلعت شيبة، إذا شلت الشيبة هذه راح تطلع شيبة واحدة مكانها، ما راح تطلع يعني شيبات أو 10 شيبات. فحتى ترى شعر سوداء إذا شلتها تطلع مكانها شعر سوداء، والشعر البيضاء إذا شلتها فراح تطلع شعرة بيضة مكانها. فهذه الخرافة غير يعني غير صحيحة إطلاقاً. إذا طلعت شعرة بيضة تقدر تشيلها من دون خب. أيضاً من الخرافات يقول لا ترش عطر على الشعر لأنه راح يخلي الشيب يطلع بشعرك، وهذا أيضاً معلومة غير صحيحة. رش الشعر بالعطر، تبخير الشعر بالعطر ما راح يطلع الشيب لأنه ما له علاقة. وعشان نفهم موضوع الشيب أكثر، شلون يصير الشيب أو شنو موضوع الشيب بالشعر؟ شعر الإنسان لونه يتحدد بوجود صبغة تسمى صبغة الميلانين. صبغة الميلانين هذه موجودة في بصيلة الشعر تحت الجلد، ونفس ما قلنا ما لها علاقة بالرش أو برا، هي صبغة تطلع. طبعاً متى يشيب الشعر؟ يشيب الشعر عندما يقل أو يفقد إفراز مادة الميلانين هذه، فالشعر يبدأ يتغير إلى اللون الأبيض. ليش أو متى يتم كل هذا؟ يعني يتم عن طريق جيناتك. طبعاً الطبيعي أن يبدأ الشيب في شعر الإنسان بالظهور من 40 وفوق. يعني هو سبحان الله جيني، يعني إحنا عندنا جينات هي تحدد متى يطق على قولتهم الشيب، يعني ومتى ما طق خلاص نسق الله سبحانه وتعالى اشتعل رأسه شيبة، خلاص هذه العملية راح تبدأ لا تتوقف. متى يطق عاد أو متى يبدأ الشيب؟ 40 45 50، بعض الناس ما شاء الله يوصلون إلى 60 وشعرهم أسود، يلا تلقى شيبة أو شيبتين. بعض الناس من 40 شعرهم كان كله أبيض. كل هذا طبيعي ويعتمد على الجينات اللي موجودة عندك. نفس ما قلنا الجينات هي التي تحكم متى تبدأ عملية ظهور الشيب. ونفس ما قلنا ظهور الشيب غير مرتبط بموضوع أنك موضوع النتف أنك تشيلها ما راح يطلع 10، وأيضا موضوع الشيب غير مرتبط بموضوع العطر والتبخير. طبعا أنا ما أنصح أحد يقعد يعني يرش عطور على شعره مباشرة، لا زال العطر يحتوي على مواد كيميائية ممكن تؤثر على فروة الرأس وتسبب التهابات الرأس وتسبب مشاكل بفروة الرأس، لكن نفس العطر نفسه ما راح يغير بشيء بالشعر. يمكن شيء بشيء يذكر، حتى يعني كنت تشوفون الأفلام القديمة إنه خاف أو صار له أو شاف شبح على قولتهم، وبعدين من الخرعة صار شعره أبيض. هذا الشيء لا يحدث، مستحيل أن يحدث، لأن عملية التبديل تحتاج إلى وقت. هذا الشعر السوداء لازم تطيح يعني ويبدأ الصبغة تروح ويطلع الشعر الأبيض مكانها. مستحيل نفس ما يقولون يعني اصطلاحا شيبتني الليالي أو شيبني الحب أو ما أدري شنو، هذا ما يصير. يعني الشيب عملية تحتاج إلى بعض الوقت حتى يتم فقدان صبغة الميلانين بالشعر، وبالتالي ما حد يشيب بيوم وليلة، وإن كان حتى شاف على قولتهم يني أو اخترع أو صدمة عاطفية أو صدمة عصبية، هذا الشيء ما يصير. فهذا موضوع الشيب، وصلنا يعني إلى بريك بسيط. بعد البريك راح نكمل موضوع الشيب المبكر. عاد متى نقول الشيب مبكر متى مبكر؟ خلكم معنا بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، والحديث متواصل عن موضوع الشعر وموضوع الشيب بالشعر، وبينا بعض الخرافات ان نزع الشعر البيضة ما راح يزيد الشيب عندك، وان رش العطور والبخور على الشعر ما راح يودي الى ظهور الشيب. طيب
متى نقول الشيب مبكر او متى نقول لا انت يعني بين الشيب لا لازم تراجع الطبيب وتشوف شو الموضوع؟ يعتبر الشيب مبكر اذا بدا تحت الأربعين، يعني اذا انت بمنتصف الثلاثينات، ثلاثينات، اخر العشرينات، منتصف العشرينات وبدات تشوف شيب، فهذا يسمى شيب مبكر. طيب هل هذا يعني ان في مشكله؟ ايضا ليس بالضروره، ممكن في مشكله. الحين راح نقول شنو الحالات الطبيه التي قد تسبب الشيب المبكر، لكن احتمال كبير يكون ايضا عائلي جيني. بعض الناس ما قلنا اغلب جين الشعر يبدا، جين شيب الشعر يبدا بالظهور بعد سن 40، لكن بعض الناس في حالات قليله جدا عند بعض العوائل يبدا الشيب مبكر، بالثلاثين يبدا الشيب، وطبعا ممكن يكون هذا طبيعي بسبب الجيني. لكن اذا كان في شيء مبكر فالافضل تروح الى طبيب العائله او طبيب الجلديه ويسوي بعض الفحوصات التي قد تؤدي الى ظهور الشيء المبكر. شنو قد يؤدي الى ظهور الشيء المبكر؟ رقم واحد، اضطرابات الغده الدرقيه، خمول الغده الدرقيه وزياده نشاط الغده الدرقيه، نعم ممكن يؤدي الى ظهور الشيء المبكر. شنو ايضا بعض الاشياء؟ بعض نقص الفيتامينات نفس الزنك، بعض الفيتامينات عائله باء ممكن ان يؤدي اذا كان نقص جدا الى يعني قله التصبغ بالشعر وظهور الشيب المبكر. ايضا قمنا نلاحظها في فئه ما بعد اجراء عمليات السمنه او التكميم، خاصه الناس اللي ما تكون تغذيتهم سليمه وما ياخذون مكملات قد يكونوا اكثر عرضه لظهور مشكله الشيب المبكر. فاذا عندك شيء مبكر راجع الطبيب لعمل التحاليل واستخدام يعني بعض، اذا في نقص طبعا نعالج النقص، لكن نفس ما قلت لكم للاسف اذا كان الموضوع جيني وخلاص جين الشيب لاسباب العائليه ظهر في اي سن مبكر، فللاسف الشديد لا يمكن وقف هذا الجين، خلاص راح يبدا الشيب ينتشر. طيب الحين شنو حل الشيب؟ هل هناك حل طبي لمشكلة الشيب؟ الإجابة هي للأسف الشديد لا يوجد إلى الآن علاج يعني يخلصك من الشيب أو حتى يوقف يعني ظهور الشيب. طبعا إذا كان الشيب اللي عندك لسبب نفس ما قلنا سبب اضطراب هرموني أو نقص بعض الفيتامينات، فإن تصليح هذه المشكلة الطبية نعم ممكن يؤدي إلى أن الشعر يكتسب صبغته مرة أخرى، لكن إذا كان هذا الشيء جيني فللأسف الشديد لا يوجد يعني علاج يخلص من هذه المشكلة. طيب شو الحل؟ الحل هي الحلول التقليدية اللي هي صبغ الشعر، يعني أنا ما أدري بالنسبة للرجال أو النساء، عموما صبغ الشعر بالأصباغ وصبغ الشعر بالحنة، كل هذه الأشياء يعني ممكن أن يعني تكون حلول هي مو طبية لكن حلول مؤقتة. وشيء بالشيء يذكر، هل مثلا صبغ الشعر النساء يعني آمن؟ هو آمن يعني طالما هذه المادة موجودة بالجمعيات أو الصيدليات آمن، مع ملاحظة بسيطة جدا أنه أثناء الحمل، على فكرة أثناء الحمل ممكن أن يزيد الشيب عند بعض الناس لأسباب متعلقة بالهرمونات، فيكون السؤال المشهور عند الحوامل اللي عندهم يعني شيب شوية، هل من الآمن صبغ الشعر أثناء الحمل؟ الإجابة نعم، يعني هو كأطباء ما يفضلون الصبغ بأول 3 أشهر من الحمل، لكن ما بعد ذلك عادي. وأيضا هناك توصية ان صبغ الشعر يكون خالي من الامونيا، يعني ماده الامونيا صحيح انه باذن الله لا يوجد خطر يعني حتى استخدمته، لكن من ناحيه الامان وزياده بالامان نقول حق المراه الحامل اذا بتصبغين روحي على نوع الاصباغ اللي تسمى امونيا فري او خالي من الامونيا، هذا لزياده بالتاكيد. على كل الاحوال هذا موضوع الشعر وموضوع الشيب بالشعر، اتمنى تعلمنا هذه الخرافات القديمه، نتف الشيب، مع ان هاي ليست دعوه للنتف لكن نتف الشيب ما راح يطلع 10 شعرات شيب مكانها، وان موضوع الشيب انه يكون يعني من خرعه او من صدمه هذا ما يصير طبعا. ونفس ما قلنا اذا الشيب بدا وايد مبكر راجع الطبيب عشان تشوف اذا في مشكله مسببه لهذا الشيب. في نهايه هذه الحلقه نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، ونشوفكم ان شاء الله غدا في نفس هذا الموعد. مع السلامه.